لكن في الفقرة الأولى دايما معودينكم معانا في حاجة اسمها ترند الترند. ترند الترند دي معلومة حصرية ما اتقالتش قبل كده، وفي نفس الوقت ممكن تكون في قضية بنوضح الصورة للرأي العام بشكل خاص ولجمهور النادي الأهلي تحديدا بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب من الأمس للنهاردة كان ترند الترند متعلق بنجم كبير كلنا بالتأكيد بنتمنى أن يكون معانا الفترة الجاية إن شاء الله، لأنه أحد النجوم البارزين والصاعدين في الفترة الأخيرة، ونتمنى له يا رب مستقبل كبير جدا مع النادي الأهلي، الكابتن رمضان صبحي. ترند الترند هنا هيوضح تفاصيل ومعلومات خاصة بهذا الموضوع، لأن الكيس ده تحديدا على مستوى العالم في تفاصيل وبتختلف فيه الرؤى ما بين اتحاد واتحاد ونادي وآخر وقارة وأخرى. بشكل عام الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم أوصى، وليس قرر، أوصى إن أي لاعب عقده بينتهي سواء إعارة أو عقده بشكل عام، من الممكن بعد الاتفاق مع اللاعب أو ناديه الآخر الأصلي اللي بيتم إعارته من خلاله يتم اتفاق ودي لاستمرار الفترة القادمة حتى نهاية الموسم، إذا كان اللاعب بيلعب في دوري لم ينتهي الموسم اللي بيشارك فيه حتى هذه اللحظة. الكيس هنا متعلقة برمضان صبحي. الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان قال كلام مهم جدا، ومحتاجين نشرح للناس تفاصيل صغيرة. بمعنى إيه؟ لازم يكون في اتفاق بين الاهلي وهيدرسفيلد الانجليزي ورمضان صبحي على استمرار ومد الاعاره حتى نهايه الموسم المحلي والافريقي في مصر. طيب اذا كان لسه في اتفاقات او بيتم بعض الاتصالات في الفتره الحاليه عشان الناس تعرف الفتره الجايه ممكن يحصل فيها ايه، انا هتكلم بالشكل القانوني او الشكل اللائحي بعد الاتصال بعدد من المسؤولين سواء في اتحاد الكره او حتى كمان استطلعت اراء بعض الناس اللي موجودين في لجنه شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي وتحديدا غرفه المنازعات، لان هنا الكلام بيبقى مهم جدا ولازم نشرح لجمهورنا التفاصيل الدقيقه في هذا الامر. في نقطه غايبه على الناس ولازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده الفتره الجايه. حتى الاعاره لو انتهت بنهايه 30/6 عشان اللعيب يعود الى ناديه الاصلي لازم يكون الترانسفير ماركت فترة القيد في مصر متطابقة مع فترة القيد في انجلترا. طيب هل الفترتين متطابقين بنفس المواعيد؟ لا. فبالتالي حتى إذا تم الاتفاق، أنا بتكلم بشكل عام في المعلومة، حتى إذا تم الاتفاق على نهاية الإعارة ب 30/6 هنا لو هيدرسفيلد طلب البطاقة النادي الأهلي مش هيقدر يرسل البطاقة، لأن اتحاد الكرة في مصر ما زال فترة القيد أو مواعيد القيد مغلقة، مفيش مواعيد جديدة. اللي كان منشور في يلا كورة بخصوص القيد ده كان متعلق ب 2019، الفيفا لسه ما قررش مواعيد القيد بالنسبه لمصر خلال الفتره القادمه، لان الدوري لسه هيبدا من بكره ولسه مش عارفين نهايه الدوري امتى عشان تفتح القيد قبل نهايه المسابقه بشهر. طب في انجلترا القيد هيكون موجود على السيستم من امتى؟ او تقدر تبعت بطاقه او تسجل من امتى؟ من 27/7 اللي هو خلاص بدا من حوالي اسبوع الى 16 اكتوبر. هل لغايه 16 اكتوبر هيكون القيد في مصر بدا ولا ما بداش؟ محدش عنده اجابه. طيب حل الموضوع عند مين؟ هذا الأمر تقرر في بعض الدوريات وفي دول أخرى. هنا الأمر بيكون متعلق باتحاد كرة القدم المصري، بيطلع منشور لكل أندية الدوري المصري إن أي لعيب إعارته هتنتهي بعد 30/6 يقدر يكمل الموسم بتاعه بعد الاتفاق مع اللاعب خلال الفترة القادمة. اتحاد الكورة إذا اتخذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة زي ما في دول خدت هذا القرار زي المغرب زي السعودية زي الدول اللي بتكمل مسابقاتها لغاية اللحظة دي، هنا بيضمن مصلحة النادي التابع ليه ومصلحة اللاعب المعار اللي بيلعب في هذا النادي اللي الدوري بتاعه لسه ما انتهاش. هنا انت هيكون معاك يعني دور رئيسي لاتحاد الكرة بيأكد فيه على معلومة ان اللاعب المعار بيكمل لغاية نهاية الموسم المحلي والإفريقي. نفس الأمر بيتقرر في المغرب، عندك محمد النهيري اللاعب نادي الوداد الظهير الأيمن عقده انتهى، لكن طلع قرار من الاتحاد المغربي اللاعب اللي عقده انتهى او اللاعب المعار ده هنا بقى منشور رسمي من الاتحاد المحلي عشان يضمن مصالح النادي واللاعب، فبالتالي بيقدر يكمل حتى نهايه عرضه. كل ده متعلق في اطار عام، انا بتكلم في اطار عام، اكيد في اتصالات بتتم في الفتره الحاليه بين النادي الاهلي ونادي هيدرسفيلد ومع رمضان صبحي، اصلا كمان في فكره ان المفاوضات ان شاء الله يعني خلاص داخله في مراحل متقدمه، وان شاء الله رمضان هيكون لاعب في صفوف الاهلي خلال الفتره القادمه. دي نقطه كابتن سيد اكد عليها امبارح وكانت نقطه مهمه جدا، وان شاء الله ما يكونش فيها اي جدال ان رمضان صبحي يكون لاعب في صفوف النادي الاهلي، لكن هي الجزئيه المهمه حتى اذا ما تمش الاتفاق والاعاره نهايتها 30/6 انا مش هقدر ابعت البطاقه لان الترانسفير عندي لسه مغلق، وفي انجلترا اخر يوم الله اعلم وقتها هنا الترانسفير هيكون بدا ولا ما بداش، فبالتالي كلنا رايحين في اتجاه الاتفاق الودي وفي النهايه مش هيكون في اي ازمه. كان لازم نشرح للناس الجزئيه دي عشان لازم الناس تعرف ان في فرق ما بين مواعيد القيد في مصر مع مواعيد القيد في انجلترا، وان شاء الله المفاوضات
خلال المراحل المتقدمه الفتره الجايه هتكون في صالح النادي الاهلي، ويحتفظ به نجمه المتالق رمضان صبحي كاحد الدعائم الاساسيه في صفوف فريق النادي الاهلي.